اخوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاخوان متواجدين في سوق 3 ازرو بتاريخ 20/12/2022. تبارك الله، اللهم بارك، اللهم صل. الحمد لله الخون موجود، الحمد لله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تبارك الله ما شاء الله. هذه القطعة الإخوان اللي ملي عاطين فيها 925 درهم، قاطعينها ب 1000 درهم، غادي يعطيو 1100 درهم. أو ما وراش تدري تقول لي خليه يخويا. غادي يعطيني 1350 تبارك الله. وهذيك اللي ملي تبعت 1350 درهم. شحال؟ صافي شوف انت وخروجك 1350 درهم تبارك الله. المهم هذيك الملي الاخوان ربعناها ب 1350. ها هو ذا، ها ما بقاش عنده النعجه، سال النعجه فات ما جابش. تبارك الله. المهم هذيك الملي باعها ب 1350، حتى هادي عاطينو 1350 وبغاش يبيعها 1360 عطاوها دابا. تبارك الله 1360، تبارك الله ما شاء الله. خير موجود الحمد لله الاخوان. بالنسبه للثمن الاخوان، كاين الناس تيسولوا الثمن الاخوان، مازال تقريبا مستقر. هو غير المليح اللي زايد واحد شويه، حاجه اللي زينه اللي زايده واحد شويه، تبارك الله. ان شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تبارك الله، راه تبعت، الله يسخر المولى. انت اسكت في كل شيء هذيك الهضره، انت ماش كان ما يوقع كاع. الله كل ما دير الله ما تديه. الله يجيب تيسير. شحال باش تصريت؟ 33 33 33 فيسبوك هو هذاك. اليوتيوب ولا فيسبوك؟ كل شيء على الله. غير تبارك الله، رطبة زينة، اللهم صل. هذه 1650 درهم ما شبعت، اللهم صل. إلا ما كانتش هاد الغنم غادي تكون كيكذب. شحال هنا خالي؟ شحال هيشان الصوت؟ 30 و 500. تبارك الله، 30,525 تبارك الله، 30,500 عاطين تبارك الله، اللهم بارك. قطعنا ب 1750. كي داير السوق؟ الحمد لله. لا الثمن واش زعما على حساب الشتا، واش طلع ولا هبوط ولا مستقر ولا؟ لا زعما غير نقص شويه العلف. يا ولا نقص شويه العلف غطيح حتى شويه الكتيبه. ما هي فين هي؟ ما طيحش قليله. قليله مليح. لا لا مليح قليل صباح. ايوا هي ماشي بودربو. يا والله يدير الخير. الله يجيب التيسير. تبارك الله. 1525 قطعة ب 1750. هذه 1650 تبارك الله، باش تبعت 1650. شحال اخوان هنا؟ 26,700 تبارك الله. 1485 9700. كان موجود الحمد لله تبارك الله. شحال هشام هنا شحال؟ خويا عطونا 31 و100. 31 و100 تبارك الله. تجي من هنا على حساب الشمس 31,200 1560 درهم تبارك الله، اللهم يسر. خروف الاخوان الحمد لله تبارك الله، موجود.
كما قلنا راه الثمن تقريبا مازال مستقر الاخوان واحد شويه المليح اللي زايد واحد شويه وتبارك الله على الدخل. السوق 3 زرا الاخوان بتاريخ 20/12/2022 تبارك الله اللهم يسر خير موجود الحمد لله تبارك الله اللهم بارك. شحال خلينا هنا؟ اخويا 29 و 200 تبارك الله 29 و 200 درهم. شحال اخويا؟ 29 و 200 هنا ديال ازرا ولا؟ شحال قلتي لها البيع؟ ايوا كنقولوا 34 تبارك الله جيب لاطيس الله يسهل اللهم 1700 باش الله يسهل شو هذه تبارك الله راه تبعت اللهم صل الحاج كي داير؟ بخير اسي ياني تبارك الله عليك الله يسعدك شحال باش تلات هذه خليل؟ انزل اخويا انزل وايا 27 اصفار مرحبا 1350 درهم ياك هذا 32 طبيب طبيب ديالك الموس ولا ديال الازرق؟ ديال الكتيبه فين ما مشيتي بارتو هذه 27 27 عاطيني فيها تبارك الله نقول لك 27 تبعت لا السوق واش زعما خرف واش على حسب هذا الشيء هذه واش طلع الثمن ولا نزل ولا مازال مستقر؟ الثمن كاين الثمن ما كاين لا مستقر لا والو كاين الثمن كاين اثمنه خياليه بالنسبه للمقارنه مع العام الغالي ونخسر شويه في العلف تقريبا 30% 30% راه زايده نقص شويه في العلف واش كان تماك كاين ادخل ما ادخلش انا راه مثلا نحيد حتى حاجه غادي نقص شويه في العلف راكم مغالطين بزاف هذا راه الطبيب اللي تيهضر معاك في العلف ان شاء الله هذه 29450 درهم تبارك الله شوف هذه الاخوه المليح تبارك الله اللهم صل على النبي السلام عليكم الله يسخر الله يسهل الله شحال فاش بقات هذه خالي 41 تبارك الله 2050 درهم 2050 درهم تبارك الله ديال الازرو هادي ولا؟ ها؟ ديال الازرو ياك ضمان اجتماعية هادي ديال عبد السلام ديال الحسن ها؟ ماشي ديال ها؟ ديال بو عزة تبارك الله الله يسلمك 2050 درهم تبارك الله كاين المليح تبارك الله ما شاء الله شحال قلتوا لها البيع اخويا؟ نقولوا 45 1250 درهم 1250 باش قاطعين السوق عطاهم 2050 درهم تبارك الله راه السوق الحمد لله اللهم يسر كاين المليح تما تبارك الله شوفوا السلعة من فوق الإخوان ديال الخليفرة الخروف البكري هو هذا البكري هذا تبارك الله ديال الحليب ديال الحليب الله يسخر شنو عطاو فيه هذا؟ شنو عطاو؟ عطاو 28 1400 درهم صعيب دابا تبارك الله باش يوصل هذاك ها من هنا للعيد خصو 22000 من هنا للعيد واكل 16000 دابا هذا واكل 16000 واكل 16000 من نهار زاد يعني من نهار تزاد هو هو وشنو تعطي الرداعة والفيفغون كلشي ها كاين الشعير والسيكاليم والفراج راه داير 1600 اي والله يدير الشعير داير الله يرحمنا الحمد لله الله يسهل الامور 28 عطاك السوق 28 شحال عاد قلتي لهم البيع 1400 درهم ان شاء الله يجيب الله تيسير الله يرحم الوالدين باش غنخرجوا ونمشيو راه يجيب الله كلشي على الله الرئيس اخبرتي شحال هذه ما بنتي شحال هذه كي دايره صفرو كي دايره شويه الحمد لله الله يسخر شحال عطاوك هنا خويا عطيني 28 و500 28 و500 1425 درهم تبارك الله الله يسخر كاين المليح تبارك الله شحال قلتي لهم البيع قلنا هما 30 30500 الله يسهل الامور الله يرحم والديك اخويا الحمد لله كلشي بخير
الله يحفظك. اجا تهلاو في الدراري، تهلاو في الدراري، تبارك الله عليكم. الله يسخر. شحال ديتي هذه؟ لا تبارك الله، الله يسخر. 1550 1550 اش تسوي؟ دخل عندي راه في الله يجيب التيسير. الله يحفظك، الله يطول عمرك. 33600 مريض خنيف راه تبارك الله. مليح الحمد لله، اللهم يسر. تبارك الله، الله يجيب التيسير، الله يرحم الوالدين. شوفوا هنا تبارك الله، هنا الاخوان تبارك الله الاخ ديما الحمد لله كاين اللي بنفسه. دار 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 بلاصتو تبارك الله هي هذه الاخوان الحمد لله ديما خير من الله تبارك الله. ألف وستمائة وخمسة وعشرين تبارك الله، جملة ثلاثة دراسات راه مع الشهر اللي صار. شوفوا تبارك الله هنا يا رب تبعت هاد القطعة، شوفوا شحال مشيت. شحال خالي باش تبعت هاد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسخر. الله يسخر الامور. ربي ما مزاد شوية، اشد شوية النعجة سميت. هذي خنيفرة. خنيفرة. قلموس قلموس. قلموس. شحال باش مشى؟ خويا بعتها ب 200، 230 و200. تبارك الله، الله يسخر. 1660 درهم، 1610 درهم، 32 و200، 1610 درهم. 1660. 1610. 32 و200. 1610. الله يرحم الوالدين. والدين والدين. الله يخطيكم. تبارك الله عليكم. خويا بخير، لاباس، هانية، الله يحفظك. الله يجيب التيسير، الله يعاونك. موجود الحمد لله تبارك الله، اللهم يسر. والاخوان نتمنى يعجبكم فلوك، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم الاخوان. من سوق 3 ضروبي تاريخ 20/12/2022. خليكم الاخوان مازال ان شاء الله فيديو فيه النعجه وفيديو ديال الخرا.